السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحه وعافيه. اليوم سويت طريقه المندي، مندي المطاعم بطريقه جدا سهله وبسيطه وما تتوقعون السهوله اللي بيها، وبعد يطلع احلى واطيب من المطاعم. ليش نشتري من السوق بسعر غالي؟ تعالوا نسويه بالبيت. هسه نجي للمقادير، واكيد المقادير كل من وايش قد يريد يسوي. هسه انا عندي دجاجه تقريبا وزنها كيلوين، هسه اجي اقصها من الظهر، يا اما تردون تقطعونها قطع يعني اجزاء اجزاء، يا اما تردين مثلا بكبرها. هسه انا اليوم سويتها تقريبا بكبرها بس قطعتها من الظهر. من بعد ما فتحتها هسه اجي اكيد انظفها من هاي الموجوده، يعني شلون القطع الدم المتجمد، واغسلها زين واجي للتتبيله مالتها. وضروري منطقة الصدر تشي انطيها فتحات، لانه تدرون منطقة الصدر تصير سمينة، فالمستوى مالتها الفخذ يستوي قبل الصدر. هسه انا غسلتها زين ونشفتها وخليتها بهذا المصفي على مود ينزل بيها كل السوائل، واجي اخلي الخلطة الخاصة بالمندي. اللي احتاجه هنا عندي فلفل اسود، كاري، بهارات مندي، وصبغة المندي هاي اللي تشوفونها، صبغة المندي تنباع بالأسواق، ملح، زنجبيل، وهنا عندي بابريكا. وهاي المهمة قلت لكم هي صبغة المندي اللي راح تنطيني اللون هذا الحلو. إذا تحبينها شوي حامضة ضيفي لها شوية لمندوزي، إذا ما تحبينها بيها حموضة عادي. نشون طريقتي هسا أنا سويتها بس هاي البهارات، وسأجي أرشها، راح أرش هذه البهارات نص منعتها، واخلي القسم الثاني للداخل، وام اخلي بعدين قطع البوتيتا. هسه تشوفون شنو راح اخلي من المكونات، واجي امسح الدجاجه بالبهارات الى ان تنطيني هذا اللون، يعني بحيث ادخلها من بين الجليد والفخذ والصدر، ادخل كل هاي التتبيله مالت البهارات. طبعا دجاجه عندي ناشفه، اذا تحبين خلي شويه زيت على مود سهوله بالمسح. احاول ادخل البهارات بكل جزء من الدجاجة. طبعا طريقة المندي كل السهلة بالبيت، اكو يسوونها بطرق اشكال، بس انا طريقتي هي اللي اسويها بالفرن، يعني افضل هاي الطريقة اللي يعتبر شوي. وهنا مسحتها شوية زيت على مود تصير عندي بهذا الشكل اللي يلمع. والاشياء اللي اخليها ويا المندي البوتيتا، طبعا هي اختياريه شو تحبون تخلون خلوه، بس انا خليت قطع البوتيتا، وهم اخلي له شويه بهارات على مود يصير لونها مثل لون الدجاج. هسه كملت عندي التتبيله مالتها، راح اتركها على صفحه واجي التمن. هنا عندي راس بصل حجم كبير كرمته شرايح، واجي اقلي بالزيت الى ان ياخذ لون، وراح اخلي عليه البهارات الصحيحه، يعني ما اخلي بهارات يعني بهارات مطحونه، لا بهارات صحيحه، نوم بصره، دارسين، قرنفل، هيك. وهم احمسها وياها الى ان تطلع ريحتها. وما اقولكم المندي يعني الريحه مالته من البهارات اللي تصير الجنه. هسه بعد ما اخذها تقريبا لون، هنا خليت فلفل بارد وفلفل حار، هاي الاشياء اختياريه، اللي تحبين تخلينه خليه، واللي ما تحبينه واخير شيء اخلي الطماطه هي راح تصير بكبرها، فما راح تنفتح عندي، يعني من اخلي الماء اخلي الطماطه. وهنا التمن بس غسلته، يعني التمن هنا عندي بس مغسول ما منقعته، واظل اقلب بيه شويه بهاي الشغلات اللي بيها. وهنا خليت ملح، وصبيت هسه عليه الماي البارد، يعني ماي ما محميته، لا ماي بارد، لانه المندي لا تخليه له ماي حار، لان يستوي التمن قبل الدجاجه، فانا اريد الوقت اللي تستوي به هي للدجاجه.
وهنا بين ما طبعا طافية النار، يعني هنا ما عندي نار، الماي بارد خليته وطفئت النار، وهسه اجي شلون راح اخلي الدجاجة على المندي، والعفو الدجاجة اخليها على التمن. وهنا هاي اختيارية الطماطة، يعني الطماطة شوي صلبة خليتها تنطي شكل حلو. وهذا المصفي مثل ما تشوفونه قدامكم، هذا طبعا سعره 1000 دينار، كلش يعني تمام، اجا ويا الجذر كأنما إلي. شوفوا هنا أنا المصفي اخليه ويا على الجذر، اذا ما عندك هيك مصفي عادي تخلين ورق القصدير، تخلي تغطين التمن، ويعني في الطبقتين تغطين به التمن وتخلين عليه الدجاجة وتنطينه فتحات. اذا تردون تشوفونه بالقناة يعني مسوي هاي الطريقة، انه اخلي ورق الالمنيوم او ورق القصدير. هسه هنا اجي اغطي في الطبقتين على مود يعني اريده يستوي زين، على مود الحرارة ما تطلع ويصير شون الشوي او الخمي، والفرن مشغلته من جوا. تقريبا خذ وقت عندي ساعة ونص او ساعتين الى ربع. اجي اشوف الدجاج اهم شي من الصدر اذا مستوي، يعني هذا راح ادخله للفرن، وان شاء الله من بعد ساعة ونص او ساعتين الا ربع اجي اشوف الدجاج عندي مستوي ولا لا. وهاي هنا ما شاء الله تقريبا استوت عندي، او هي استوت الدجاجة كامل. راح اشيلها من المصفي وشوفوا التمن، نزل كل البهارات ونزل لون، اذا تحبين تخلين بعد لونه يصير اقوى احمر تضيفي له شوي صبغة البهارات. هسه هنا هاي الحركة راح اخليها الدجاج هي وهاي البوتيتة، راح اخليتها على التمن، وعندي قطعة فحم جمرتها وراح اخليها على التمن واصب عليها شوية زيت على مود تصير بطعم الفحم، يعني حركة كلش طيبة تخلي فد نكهة بالأكل. هاي شوية زيت أصبه وراح أغطي مباشرة على مود ما تطلع يعني الدخان يصير ويا التمن ويا الدجاج، تطلع نكهة رهيبة بطعم الفحم. فتخليته 10 دقائق وهنا استوى عندي، وهذا شكله شوفوا ما شاء الله تمه شلون نثري، واللون مالته ما شاء الله. هاي قطعة الطماطة عندي ابد ما انمردت، الطماطة ما انمردت، وهسه اجي اخليه بصحن التقديم او الصينية. البوتيتا طبعا ذايبة اكيد، لان الدجاج يستوي فاكيد البوتيتا تستوي. وهذا شكل المندي اليوم بالفحم بالفرن بطعم صدقوني جنن، والشكل ما اقلكم. ولهنا وصلنا حبايبي نهاية الفيديو، اتمنى فيديو اليوم يعجبكم، واذا عجبكم لا تنسونا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ومع الف سلامه.